ومتابعينا أكيد بصباحنا، ومن معرض الفن التشكيلي إلى فن الحرف السورية يلي خصصنا له اليوم حيز كبير ضمن رحلتنا الصباحية، لأنه هي بتشكل صلة وصل ما بين الماضي والحاضر وعنصر جمالي واحد ومكونات الهوية الحضارية. رح نروح مع بعض إلى مشروع أرتيزانا، هو أول مشروع سوري بيهدف للارتقاء بواقع الحرف والأعمال اليدوية. بدنا نرحب بمؤسسة هالمشروع هلا الكناي. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير. مساعد صباحكم جميعا. صباح الخير عن جديد. أهلا وسهلا فيكي. خبرينا بالبداية عن مشروع أرتيزانا، شو بيعني ونعرف تفاصيل هاي المبادرة يلي طبعا مثل ما عرفنا أنه من 22 ل 24 شهر أيلول. مشروع أرتيزانا سوريا هو مشروع اختصيناه للحرف اليدوية بسوريا، كل شيء حرفيين بيشتغلوا بمواد الصدف، المزيك، النحاس، الشرقي، الإيشاني، فحبينا نوجهه أكثر شيء لهذا المجال. تأسس المشروع بظروف الحرب اللي مرقنا فيها، وحبينا نكون نحن مساعدين لنساند الحرفيين، فحبينا يكون نحن نشتغل على ترويجهم، نصمم منتجات غريبة ومعاصرة ونقدر نروج لهم بالطريقة الصح بالمجتمع. من ضمن أهداف أرتيزانا كانت هي مبادرة اللي هلأ عم نشتغل عليها، هي مبادرة سوريا أم الكل يلي بدها تصير بحلب. هاي المبادرة حبينا هالمرة نخصصها للسيدات المعيلات، سيدات يلي موجودين ببيوتهم وبيشتغلوا شغل منزلي بكل إن كان مونة، إن كان حرفة يدوية، كروشيه، التطريز، الخياطة. حبينا نحن كمشروع أرتيزانا بحكم إنه نحن منساهم لنروج للحرفيين، إنه نروج لهم للسيدات المعيلات. تمام. سيد هلا، يعني في كثير من الحرف اليدوية عم نشوف الاهتمام الكبير فيها لحتى ما تنقرض، وخاصة الحرف الدمشقية. صح. العريقة. صح. عم نشوف دورات وخاصة للسيدات قديش عم يحبوا يتعلموا هيك حرف. اليوم نحن بأرتيزانا سوريا قديش عم ندعم هاي الحرف، قديش عم نسلط الضوء عليها، مو بس بمعارض او بجولات بالمحافظات، ايضا سوشيال ميديا عم يكون في تسويق لها، عم يكون في يمكن مساهمه لدعم السيدات المعيلات بهي الحرف. هلا نحن حاولنا بالعشر سنين انه نحن ندخل الحرف اليدويه بالسوشيال ميديا بحكم انه كلياتنا هلا بقيانين على الموبايلات وعلى النت وعلى الفيس وعلى الانستا، فحبينا نحن ندخلها وتصير معاصرة. فنحن لما منخلي حرفي نصور الحرفي وهو عم يدق النقش، عم يصدف، عم يدق النحاس، وننزلها ونأرجي الناس مدى أهمية هالحرفة وقديه هالحرفي عم يتعب، ممكن كتير من الشباب أو السيدات يحبوا يقدروا كمان يشتغلوا ويساعدوا بهاي القصة. عم نقدر نحن قدر المستطاع نروج لها بالمعارض إن كانت داخلية وإن كانت خارجية. نحن من ضمن المعارض اللي شاركنا فيها وساهمنا لنروج بفكرة المشروع إنه نحن نروج عن طريق السوشيال ميديا بمعرض سوراج كوند ميلا اللي صار بالهند 21، نجحنا وأخذنا الجائزة الأولى لفكرة مشروعنا، لأنه كان أول مشروع عم يشتغل إنه نحن نروج عن طريق الإنترنت، عن طريق الناس تقعد هي وقاعدة توصلها فكرة الحرفة شو هي الحرفة وإذا حبوا يوصوا عليها. طبعاً وإذا حبوا يوصوا عليها. هلأ كسيدات طبعاً في أوقات مهن شوي صعبة على السيدات، يعني مثل النحاس شوي صعبة إنه السيدة تشتغلها، ففي مهن لست هي أخف من يعني كتدريب أو كشغل أخف، مثل الكروشيه. نحن اشتغلنا على دورة كروشيه اللي هو السنارة والخيط الحرير، بتعرفي هلا نحن بنتميز بخيط الحرير وبنتميز فيها للكروشيه. حتى ممكن الأمور الإيشاني، يعني هلا الإيشاني سيدة هي بتشتغل فيها. الإيشاني هي عبارة عن عجينة بتنحط بالفرن، بعدين بتتلون بترجع بتنحط بالفرن. فنحن في مهن مختصة يعني ممكن نحن نشتغل مع السيدات، وفي مهن خاصة للرجال. اليوم قدي مهم يمكن مشان ما تندثر هي المهن، قديش مهم اليوم الشيوخ الكار اللي بعضهم هاجر والبعض الآخر يمكن غير مهنته لحتى يكون عنده باب رزق حقيقي يعيش منه، لأنه أكيد هذا الشيء بظروف الحرب خصوصا ضعف. فاليوم كيف بدنا نرجع نقوي ونعيد الحياة لهم، يمكن حتى كسوق كمردود مادي ما بقى مثل الأول؟ ما هلا قدر المستطاع بدنا نحاول نفتح لهم أسواق خارجية.
يعني المعارض الداخلية ما كتير بيقدروا يجيبوا منها دخل، فمثل شيوخ الكار والحرفيين الأساسيين أو يلي عم يتدربوا لازم نفتح لهم معرض خارجي لحتى نقدر نسوق برا ونرجع نعيد الإحياء للبيع أكثر، يعني نرجع نزيد البيع للحرفة اليدوية السورية. فهي في صعوبة، نحن عانينا، يعني نحن مرقنا بظروف كتير صعبة، لا في مواد نقدر نأمنها بكل التفاصيل، لا في حرفي عم نقدر يكون عنده حرفته تضررت بالريف. فعندنا شيوخ الكار اللي سافروا اصلا، يعني هلا في شيوخ كار برا عم يشتغلوا، يعني في شيوخ كار طلعنا على، في مره طلعنا على ايطاليا كان في شيوخ كار سوريين عم يشتغلوا بحرفه الزجاج. هلا نحن حرفه الزجاج عندنا مشكله اخر، في هلا في طبعا شيوخ كار عم يشتغل فيها، بس في اثنين كانوا، في شخص منهم كان بلتكية ومره كنا واقفين عم نساله نحن انه هذا هي الحرفه انه ورثها ابنك، يعني ابنك تدرب؟ قام قال لي لا للاسف ابني اخذ مجال المعلوماتيه ودرس معلوماتيه وما في غير انا بشتغل، وللاسف توفى. فالحرفه اذا ما حاولنا نحافظ عليها وندرب مشكله كثير كبيره، لانه عن جد بصير فيها اندثار. قدر المستطاع عم نحاول. هلا نحن بحلب زيارتنا على حلب ومبادره سوريا ام الكل، طبعا هم مشكورين وزاره السياحه والسيد محافظ حلب السيد حسين دياب، وبتعاون وبشراكه مع الامان السوريه وغرفه الامان السوريه للتنميه وغرفه تجاره حلب، شاركونا لنعمل مبادره لحتى نخلي نوجه التجار يجوا ويساهموا ويساعدوا ليشتروا من هالمعرض. يعني هيك مبادرات بتخلق فرص، بتخلق سوق للبيع. في اقبال من الشباب على التعلم؟ نحن كمبادره نحن خصصناها للسيدات، يعني اللي عنده ظروف صعبه. الامانه السوريه عم تشتغل على دعم السيدات، فيلي موجودين ببيوتها بتمنح قروض، فنحن بواجبنا كمشروع ارتزانه نضوي على نساهم ولو بجزء صغير، نضوي ونساعد قدر المستطاع نروج لهم. في اقبال بده يصير، نحن عم نوجه رساله للفعاليات الاقتصاديه انه هلا نحن عندنا تجربه سابقه بحما، محافظه حما، نحن عملنا مبادره قبل ولقت النجاح لانه تجار حما دخلوا واشتروا المعرض كله. هلا جزء صغير ما رح ياثر بالنسبه للتاجر انه يدعم، بس بالنسبه للسيده حتكون اكيد تعبها كثير. لما بتشتغلي بايدك وبتتعبي وبتحصلي على هذا التعب كثير بتصيري تنجزي، فنحن عم نحاول انه بليز ساعدوا، لانه هي الانسانه بحاجه دعم وهي عم تشتغل بايدها. ممكن يصير في تعاون بعدين مع التجار لادخال لينك من يعني من شي كروشيه او شي؟ هلا عم نشوف الكروشيات داخلين بالبراندات العالميه كثير هلا دارج، فممكن كمان يصير في لينك بيناتهم وبين التجار. خلينا نحكي عن التعاون وعن المساهمه بدمج هي السيدات، ان كان بالمجتمع الاهلي، ان كان بالمجتمع الاقتصادي او الفعاليات الاقتصاديه، ان كان مع التجار. يعني في كثير من السيدات ممكن ما تقبل تندمج بمجتمع جديد، يكون عندها مخاوف، ولكن عملية الدمج يمكن أرتيزانا سوريا ضمن الإيفنتس اللي عملتها هي عم تسعى لهذا الشيء. خلينا نحكي عن الدمج. نحن نتمنى ورسالة موجهة لهم، لأنه نحن دعمنا كمشروع من وين إجا؟ إجا من الجهات الحكومية، منهم هن لرجال الأعمال والشركات الخاصة. فنحن منوجه رساله انه بنتمنى انه من التاجر يلي عنده مهنه او شغل بمصنعه او بتجارته بتعنى بالشيء السيده اللي هي حاططه، انه يصير في تواصل بيناتهم ويقدر يساعد ويساهم. هلا بحما مرقنا بتجربه، في سيدات عم يعملوا اناني من الخل واناني من الدبس، بس المشكله عندهم الباكجينج كثير سيء، يعني انه ما عم يعرفوا كيف بدهم يحطوها ويحطوها، يعني يحفظوها، بتعرفوا منتج غذائي فكتير صعب. فنحن حاولنا نوصله مع تاجر انه بنتمنى انت تعطيها خبرتك، تتبنى مشروعها وتساعدها انه هي تطور المنتج تبعها. بهالطريقه بصير في تشارك ما بين التاجر وما بين السيده او ما بين الشخص، يعني هي مو بس سيده، نحن بشكل عام نوجه رساله للكل انه هي حرفه اليدويه بالنهايه هي كمالي ماله اساسي. فنحن هلا اي شيء عم يشتغلوا بطريق مبسط عم نحاول قدر المستطاع نبيعه، لان احنا بمشروع ارتزانه بالشركات نحن بنشتغل هدايا للشركات، حاولنا ندخل المنتج السوري
ونطلع المنتج الغير السوري. فنحن معظم الشركات يلي عم نشتغل مع او يلي عم يشتغلوا معنا منتج عم يتقدم هدايا هو شرقي، لانه السيدات بس الشرقي اللي بتخص الرجال يلي هي مهنه الصدف، مهنه الخشب، مهنه النقش. فنحن بس السيده عم نحاول نروج لها بمبادراتنا، بس ما فينا ندخلها بالهدايا لانه مختلف الوضع بيكون. بس نحن واجبنا هون انه نحن ندعمها ونكون معها. فنحن هون بنعمل مبادره ومنحاول قدر المستطاع. طبعا هلا نحن بنكون ممنونين للسيد المحافظ حسين دياب انه هو يدعمنا بهذا الموضوع، وانه يساهم انه يدعمونا اكثر بالتوجيه انه نقدر ندعم بهي المبادره. فممكن هي الرساله تصير بين التاجر وما بين السيده. وبحما نفس الشيء صارت، في سيده بتشتغل بالادوات اللي هي اللبنه الجبنه، وفي معمل مهم بحما فوصلناها معه، فصار كل منتج اللي هي عم تطلعه عم يروح مباشر على المعمل، والمعمل هو عم يبكج لها وعم يبيع لها. وهو بالنهاية مساهمة كتير حلوة منه كانت، ونفس الشيء عملناه لسيدة تانية. فبنتمنى أنه كل الحرف بهالطريقة تصير. أكيد. إذا بنرجع شوي لمشروع أرتيزانا من عام 2010، كيف كان مجرد أفكار، كيف تبنيتوه لحتى صار مشروع حقيقي على أرض الواقع؟ وهذا التطور على سنين طويلة، شو التطور وشو احتياجات يمكن الأعمال اليدوية لحتى وصلنا لليوم؟ مشروع أرتيزانا لما تأسس ونحن فكرنا فيه عن جد هو كانت عبارة عن فكرة، بس لما بلشنا نخدم أفكار التطوع والأمور الإنسانية فيه طورنا أكثر. ولما فتحوا لنا أبوابهم الشركات وآمنوا بأهداف مشروع أرتيزانا أنه نحن عم نساعد، عم نساهم، عم نوصل مباشر بين الحرفي وبين السوشيال ميديا، نرجيهم للناس أنه هالحرفي هو، فكتير عنا صار مصداقية من قبل الشركات. وهون كمان بدي وجه شكر لـMTN، شركة MTN وبنك سوريا الدولي الإسلامي اللي هلأ مشاركين معنا بالمعرض، يلي هن من الأوائل الناس يلي وثقوا فينا وآمنوا بمشروعنا وساهموا وساعدوا لحتى نحن نطور منتجنا وننشره لكل الشركات. في صعوبات اكيد جاوا، يعني صعوبات مرقنا فيها برجع بكررها، بس قدرنا بهالدعم الكبير انه نحن ننطلق وما نوقف وما نستسلم. في مراحل من المراحل نحن يعني قررنا نوقف، يعني في مرحله من المراحل صار عندنا صعوبات وضغوطات نحن كمشروع، لان حرفه يعني صعبه ترويجها بظروف حرب. الناس بدها يعني تروح على الاكل، نحن عم نروح على شيء اساس وديكوريشن، يعني شيء مختلف كليا عن ثانوي بالنسبه للعائلات احتياجات الناس. تمام. فلو ما الشركات فتحت لنا بوابه ووثقت فينا نحن ما قدرنا كفينا. وهي هي الرساله، نحن وهدفنا انه نحن الشيء اللي قدموا لنا اياه والاهداف اللي نحن اشتغلنا عليها والدعم اللي تقدم لنا انه نحن ما نبخل نعطيه لغيرنا، وما نبخل انه ما نرجع نحن نروج لغيرنا، لانه نحن عانينا كثير. فما كثير صعب انه انت يصير في عندك انانيه بمشروعك ما تساعدي حدا. فنحن على مستوى في شابين من ذوي الاحتياجات الخاصه هن عندهم بس بيشتغلوا بايدهم، يعني هن عندهم اعاقه ما بيقدروا ابدا يشتغلوا غير بس فقط سناره وشال. نحن تبنيناهم وصرنا ناخذ منتجاتهم وصرنا نشغلهم. نعم. فبهالطريقه نحن عم نحاول ننشر رساله وننشر هدف أرتيزانا وتضل استمراريه أرتيزانا. ان شاء الله نضلنا مستمرين يعني ان شاء الله. بالختام ست هلا، كيف فينا نحن هيك نخبر السيدات انه ينضموا لكم؟ اي حدا عنده فكره او عفوا او الرجال اي حدا عنده فكره عنده حرفه بحب يتعلم، كيف فيه يكون مع أرتيزانا سوريا وحتى من باقي المحافظات مو بس من دمشق؟ هلا نحن في عنا اكيد صفحتنا على الفيسبوك أرتيزانا سوريا هاند ميد، في اكيد رقم بيقدر يتواصل معنا ونحن بنقدر نوصله مع الاشخاص المختصين بالحرفه اللي هو حابب يتدربها. واكيد يعني في عنا حرفيين مهاره وحرفيين بنفتخر فيهم، فاكيد ما راح يبخل الحرفي انه ما نبعث له. هلا بالنسبه للسيدات اكيد يتواصلوا معنا، وبكل مبادره راح نعملها اكيد راح يكونوا موجودين معنا لاستقطاب عدد منيح من السيدات والمشاركين. اكيد هلا بحلب يعني وصل هلا 45 طاوله ونحن كنا فاتحين بس 25، بس لما لقينا هلا حلب امبارحه عم يخبرونا انه في في سيدات عندهم حاله اصابه سرطان، بس هن عم يشتغلوا مشان يجيبوا وارد لهم،
فطلبوا منا كمبادرة أنه فيهم يشاركونا ويحطوا منتجهم لحتى يقدروا يدعموا سيدات المصابين فنحن المصابين بالسرطان. فنحن فورا قلنا لهم أنه نحن معكم بهذا الموضوع. بعد حلب وين ممكن نشوف أرتيزان؟ نتمنى هلأ المبادرة تنجح بدعم من السيد المحافظ وننتقل لكل المحافظات، وإن شاء الله نختمها بدمشق بفكرة هيك كبيرة شاملة ممكن من المحافظات. هلا هي فكرة نحن عم نشتغل عليها، هي يعني هي مبادرة حتكون بدمشق بتتنزل بجينيس بكتاب جينيس، فان شاء الله تكون نهايتها هون ونرجع نخلق طبعا مبادرات ما تكون واقفة. فهي وهذا الصندوق حيكون بصندوق اكبر صندوق للحرفة اليدوية بضم كل الحرف بكل اشكاله، حيكونوا معنا اكيد الحرفيين واكيد حيكون معنا الاشخاص يلي نحن بنفتخر فيهم من رسامين لفنانين تشكيل الى كل الناس اللي بيشتغلوا بالحرفه اليدويه. حيكون اذا قدرنا السنه الجايه اذا قدرنا نصممه، لانه تصميمه كثير صعب وتفاصيله كثير صعبه، بدنا نحاول كل جزء من هذا الصندوق نخصصه لحرفة من حرف سوريا. تمام، يعني ست هلا نحن كثير بدنا هيك نتمنى لكم التوفيق، واكيد النية الطيبة والقلوب هيك الموحدة مع بعضها لهدف سامي، وهو انه العطاء لحتى نأمن لقمة عيش بهي الظروف الصعبة، ان كان للسيدات وان كان للرجال ايضا. شيء كثير مهم وشيء كثير حلو، واكيد نحن ناطرين أرتيزانا سوريا ان شاء الله بجنس وعالميا تكون ان شاء الله. شكرا كثير لك وموفقين بخطواتكم الجاي وبمعرضكم بحلب. بدي اتشكركم كثير لانه نحن انتم اللي بتوصلوا صوتنا وبتوصلوا رسالتنا، فشكرا كثير لكم، ان شاء الله بتكونوا معي بتغطية جينيس ان شاء الله. يا رب. شكرا لك وكل التوفيق.